بنسلط الضوء مشاهدينا في هذه الحلقة على مشروع إدارة الخبراء، أحد الأعضاء الحيوية للجسد القضائي عندنا في الكويت. لكن أكيد بداية بنتعرف معاكم على طبيعة عمل هذه الإدارة ومدى أهميتها. تعتبر إدارة الخبراء هي الجهة الرئيسية المعاونة للقضاء وأحد الأعضاء الحيوية للجسد القضائي في البلاد، فهي تخص ببحث ودراسة القضايا التي تحيلها المحاكم لتفصل فيها بمسائل فنية هندسية أو حسابية، حيث يقوم خبير المختص بدراستها وفحصها وسماع الخصوم والشهود وإعداد تقرير بالرأي الفني في هذه القضايا تستهدي به المحكمة في إصدار حكمها في الدعوة. مشاهدينا من موقع المشروع، موقع الحدث، مع مديرة المشروع مهندسة منال عطار. مهندسة منال، رحب فيك معنا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نتكلم البداية عن فكرة المشروع، متى بدأت هذه الفكرة؟ ومتى بلشتوا في المشروع؟ صحيح، طبعا انطلقت فكرة إنشاء المشروع من حاجة مبنى إدارة الخبراء في التوسع في مبناهم الحالي. مثل ما نحن نعرف إدارة الخبراء يسكنون في دورين أجار، فبالتالي حبوا يتوسعون في مبنى قائم بذاته. لما لهالإدارة من أهمية؟ طبعا إدارة الخبراء معنية في تقديم الرأي التقني والهندسي للمحاكم الكويتية، فتشمل على العديد من التخصصات والخبراء في كل من في مجاله، فحبوا يتوسعون في مبنى قائم بذاتهم، من إدارة إلى خبراء إلى قاعات تدريب إلى مراجعين. فعلى هالأساس انطلقت هذه الفكرة، وتم فعلا تم إصدار الأمر المباشر للمبنى بتاريخ 19/3/2016، وإن شاء الله على حسب البرنامج الزمني المفروض يتم الانتهاء منه في تاريخ 20/3/2018. يعني مدة المشروع سنتين. سنتين. إحنا أنجزنا من سنة. صحيح، إحنا أنجزنا أو انتهينا من مدة سنة كاملة، وباقي لنا سنة بالضبط إن شاء الله. جميل. من موقع آخر مشاهدينا، في مشروع إدارة الخبراء في منطقة الرقعي، ومعانا مهندسة شابة كويتية، مهندسة عهود مطيري، حيا الله. نتكلم عن طبيعة عملك في هذا المشروع، مشروع إدارة الخبراء. بالضبط شنو طبيعة عمل عهود مطيري؟ إن شاء الله. في البداية طبيعة عملي عبارة عن مراجعة المخططات الإنشائية اللي هي تسمى شوب دروينز، اللي قدم لي إياها المقاول، واعتماد هذه المخططات. ومن ثم أيضا عندنا استلامات موقعية تتم بشكل يومي عندنا في الموقع، اللي هي مكونة عندي من خرسانة ومن حديد، وطبعا مراجعة كل هذه الأعمال وفق برنامج زمني معتمد عندي يكون في بداية المشروع. لأن خلكم واقعيين، الشيء المهم عندي حق جهة المستفيدة وجهة الإشراف في نفس الوقت أن المشروع يكون خالص on track. طبعا معاي مهندس ميكانيك اختصاصي أول، فواز العطار. مهندس، بتكلم يمكن من مسماك الوظيفي، اعتقد يختص عملك في التكييف او المصاعد او شيء خاصه في اي بنايه، في خاصه في مثلا مشروع مبنى اداره الخبراء في الرقعي. نتكلم عن طبيعه عملك، وتحديدا احنا تقريبا الحين دور السابع او السادس. لا، وين وصلتوا في البنيان من ناحيه عملك كميكانيك؟ طبعا بالنسبه لمشروعنا هنا، مشروع اداره الخبراء بالرقعي، المشروع الجديد، انا امسك الاشراف الميكانيكي فيه، اللي هو عباره طبعا الاشراف الميكانيكي يتقسم الى تكييف وصحي وفاير فايتنج اللي هو الاطفاء، مكافحه الاطفاء، مكافحه الحريق، بالاضافه الى المصاعد.
ناخذ جزء جزء اذا حابين نتكلم عنه. نتكلم اول شيء عن التكييف. طبعا التكييف حاليا في طور التركيبات والتنفيذ. معظم المواد اعتمدت ولله الحمد، والاعتمادات كلها طبعا مطابقه للمواصفات العالميه، مواصفات تعاقديه الموجوده في دوله الكويت الخاصه بوزاره الاشغال ووزاره الكهرباء وايضا اداره الاطفاء. بالنسبه للتنفيذ حاليا احنا في المراحل الاوليه للتنفيذ نقدر نقول. الحين طبعا المشروع واصل للدور السابع تقريبا، والدكت وورك واعمال انابيب التهويه شغاله فيه. وطبعا بالنسبه للتشيلد ووتر السيستم المائي هذا جانا او اعتمد عن طريق اللي هو وزاره الكهرباء والماء. وزاره الكهرباء والماء عندهم كود معين، اذا زادت الاطنان عن الحد المتعارف عليه او حد اللي الكودهم يتكلم عنه ندخل الى اللي هو سيستم الماء بدل الكهربائي لتوفير الطاقه. هذا بالنسبه حق نظام التكييف. مشروع مبنى إدارة الخبراء تبلغ مساحته الإجمالية 10,000 متر مربع، وتبلغ مساحة المباني 90,000 متر مربع، ويحتوي على مكاتب إدارية للخبراء والإدارة العليا وقاعات محاكم وقاعات الشماعات ومؤتمرات وقاعات تدريب ومخازن ملفات ومختبر خرسانة وورشة فحص سيارات ومواقف سيارات وسرداب وأدوار متعددة. نتكلم عن اللي يميز المشروع، اكيد مرت يعني عليك مشاريع كثيره، لكن شو اللي يميز هالمشروع مشروع اداره الخبراء عن باقي المشاريع من حيث التصميم نقول؟ والله من حيث التصميم احنا في وزاره الاشغال حريصين في جميع مبانينا انه يتم التصميم وفق المعايير والمواصفات الاحدث المواصفات المعايير العالميه، فبالتالي هذه المواصفات انطبقت على المشروع بحذافيرها. زائد إذا شفنا تصميم المبنى راح نشوف مبنى قائم بذاته ينطلق منه خمس أبراج. طبعا الفكرة من التصميم اللي هي الشفافية، التوسع، الضيافة، طبعا هذه الفكرة الأساسية من تصميم المبنى، بالإضافة إلى راعينا أو احترمنا السياق الحضاري للمباني المجاورة للمبنى، بالإضافة إلى طبعا احنا في كل مبنى تحكمنا الظروف المناخيه المحيطه، بحكم ان دوله الكويت دوله حاره صيفا، فالمقاييس اللي تنطبق على جميع مشاريعنا بما فيهم اداره الخبراء الظروف المناخيه الملائمه للمبنى، بالاضافه الى الاستدامه. طبعا هذه من المعايير اللي نطبقها في اي مبنى يصمم في وزاره الاشغال. مهندس فواز، من صميم عملكم يعني مكافحة الحرائق أو تجهيز لمكافحة الحرائق وكذلك الأمن وسلامة المبنى للمراجعين. وفرنا أشياش الحديد، وفرنا اللي هو أشرطة النايلون اللي تبين لك أماكن اللي ممكن تمشي فيها أو ما تمشي فيها، الممرات الآمنة داخل المشروع.
هذه نقطة. النقطة الثانية طبعا بالنسبة حق الموظفين أو العمال اللي يدخلون، ما يدخلون إلا لابسين الخوذ، لابسين الفول سيفتي اللي احنا نتكلم عنه، اللي بالنسبة لحذاء الأمن والسلامة، وأيضا الفستات عشان يشافون بالليل إذا صار في أي ظلمة ولا هذا. وطبعا بالنسبة للتدخين والأمور هذه كلها، هذه كلها أمور ممنوعة بالمبنى، وهو قيد الإنشاء وقت التنفيذ تفاديا لأي لا قدر الله حريق أو مشاكل. هذا الجانب طبعا في جانب التنفيذ الأمن والسلامة. ننتقل إلى جانب مكافحة الحريق. بعد تنفيذ المشروع مثل ما كلنا عارفين، كل مشروع لازم يكون مجهز تجهيز مرتب لمكافحة الحريق. فإحنا طبعا في جزء مكافحة الحريق وهذا جزء تخصصي تقريبا، أيضا اعتمدنا معظم المواد، ما بقى لنا شيء يعني هم بعد أيضا 80%. إحنا نحاول نسرع بالمواد على أساس إن نتفادى أي تأخير لا قدر الله مستقبلي بالمشاريع. هذا من أولويات. إحنا ماشيين على كودات أكواد إدارة الأطفال، وأيضا موادنا الحمد لله كمواصفات متقابلة ومطابقة لإدارة الأطفال الكويتية وأيضا الأكواد العالمية. مهندس منال، يعني لو نشوف المبنى، يعني انت قلت يمثل طبعا هو تقريبا مبنى العود بالنص، مبنى رئيسي مرتبط معاه خمس ابراج، صحيح، تمثل الشفافيه وتمثل كذلك الضيافه والانتشار. يعني المبنى نبي كم دور تقريبا؟ يعني الان يمكن 7 ادوار تقريبا، كم باقي له او كم دور تقريبا خلص ان شاء الله؟ طبعا اذا بنتكلم عن مكونات المشروع، مكونات المشروع يتكون من 3 مكونات رئيسية، اللي هي المبنى الرئيسي مثل ما أنتم شايفين إحنا واصلين الدور 7. المبنى الرئيسي يتكون من 16 دور، مقسم من الإدارة العليا إلى أدوار خاصة بالخبراء، إلى قاعات تدريب، قاعات محاكم، غرف للمراجعين، في حضانة للأطفال، في ورشة صيانة سيارات بحكم أن المبنى تابع لإدارة الخبراء، فبالتالي أكيد في قضايا ترتبط في السيارات، في ورشة عمل سيارات، في مختبر للخرسانة في نفس المبنى. طبعا بالإضافة إلى المبنى الرئيسي في مواقف السيارات، مواقف السيارات أنا عندي 5 مواقف سيارة، 5 طوابق فوق الأرض و3 أدوار تحت الأرض، فالمجموع الأدوار 8 أدوار مواقف سيارات تخدم 800 سيارة. جميل. بالإضافة إلى محطة اللي هي الكومبوننت أو المكون الثالث للمبنى، اللي هي محطة الكهرباء اللي تخدم المبنى، تخدم خدمات المبنى. طيب إذا بتكلم عن مساحة المشروع، يعني المساحة تقريبا، المساحة الإجمالية للمشروع 10,000 متر مربع، مساحة يعني شاملة المساحة المسطحة، مسطح البنيان، 10,000 متر مربع، بينما مساحة المباني 90 متر مربع. رأيتوا جانب المداخل والمخارج كبوابات للمشروع؟ نعم، احنا في كل مشروع لازم ناخذ موافقات وزارة الداخلية في المداخل والمخارج، فراعينا سهولة أو تيسير عمل دخول السيارات وخروجها من المبنى. نعم. مهندس عهود، أثناء عملية الصب في مشروع إدارة الخبراء، في طبيعة عملك أو صميم عملك المراقبة، شلون تتم عملية المراقبة؟ أول شيء في البداية أحب أنوه أن إحنا عندنا الصب قاعد يتم عندنا كل 18 يوم، كل 18 يوم إحنا قاعد نخلص دور، وهذا شيء كبير. بالإضافة الحين قاعد سألتني سؤال وهو جدا مهم، اللي هو شلون تتم عملية الصب. لازم تعرف هالمعلومة أن الصب يتم في الفترة المسائية، يعني إحنا ما نقدر نصب في صميم عملنا اللي هي الفترة الصباحية اللي نداوم فيها، فنضطر نصب من 4 العصر، ومرات يستمر عندك الصب إلى الفجر، وتضطر ثاني يوم انك تداوم الصبح في مواعيد الدوام الرسميه اللي هي من الساعه 7:30 للساعه 2:00. يعني هذا ما له شغل، مثلا اذا انت رحت صبه ثاني يوم ما تداوم. زين، شنو طبيعه المهندس في الصبه؟
طبيعة اللي هي شنو تشوف طبيعة الخرسانة نفسها، تراقب أول شيء تراقب السيفتي عندك، تشوف الخرسانة نفسها، تشوف التوريد شلون قاعد يتم عندك. أكثر شيء يكون شغلنا قلت لك إيه في المراقبة. شوف الخرسانة يعني قصدك إن شوف مكونات الخرسانة. إيه مكونات تسوي، إحنا يكون عندنا في المشروع نفسها إذا جتنا شاحنة نوقف هذه الشاحنة ونسوي لها فحص في المشروع نفسه، فحص سريع وناخذ عينات للخرسانة ونوديها عشان يكون في فحص دقيق في المختبرات. بس انا الحين مضطر انا ابي اصب وابي اشوف العينه اللي عندي فاسوي لها فحص سريع فيكون موجود عندي في المشروع. اذا دامكم مستخدمين توفير الطاقه، اذا انتم مستخدمين ايضا طاقه شمسيه؟ نعم. في مبنى اداره الخبراء في الرقعي. صحيح اخوي منصور، بالنسبه للطاقه الشمسيه هم بعد المصمم ما غفل الامر هذا. مثل ما تعرف البلد مقبله الى اللي هو المشاريع او المباني اللي هي يسمونها الجرين بيلدينجز او السمارت بيلدينج، المباني الذكيه، فلازم ما نغفل امر اللي هو الموضوع البيئي. المصمم طبعا اضاف نظام اللي هو السولار سيستم، النظام الشمسي، للمساعده على تدفئه وتسخين المياه. فالامر هذا يبعث الى سيفنج او توفير بالطاقه، مما يؤدي الى بالنتيجه الى السير في خطه ترشيد بالدوله. جميل. هنا مباشره الاعمال بمشروع مبنى اداره الخبراء بدات في شهر ابريل من العام الماضي باشراف نخبه من مهندسي الوزاره على مدار الساعه، ما أثر إيجابياً في سرعة الإنجاز. ومن المتوقع تسليم المشروع وفق الزمن المحدد له في الربع الأول عام 2018. مهندسة منال، بتكلم عن الآمال اللي يعقدها نقول القائمون على المشروع. والله الآمال معقودة على هالمشروع انه يتم الانتهاء في اي مشروع. انا يهمني اني احقق البرنامج الزمني، اني امشي من وفق البرنامج الزمني واسلم في الموعد. اي جهة او اي جهة مستفيدة تتمنى ان هي تستلم المبنى باسرع وقت ممكن، فمتى ما مشينا على البرنامج الزمني وقدرنا ان احنا نحقق تاريخ الانجاز، هذا يعتبر انجاز بالنسبه لنا. ان شاء الله ما واجهتكم اي عرقله تاخير المشروع. الحمد لله لحد الان انا لم اصدر ولا امر تغييري ولا امر تمديد. وفق الترتيب الزمني وفق البرنامج الزمني، احنا عندنا طبعا وفق البرنامج الزمني لازم نقطع مدد، يعني كل ما تقطع مده زمنيه لازم احقق فيها نسبة إنجاز، وإحنا الحين قطعنا تقريباً 50% من مدة المشروع، فبالتالي إحنا واصلين 35% نسبة الإنجاز اللي هي موازية لنسبة إنجاز البرنامج الحمد لله. المشروع طبعاً مجهز بالمرشات مكافحة الحريق، ايضا طفايات الحريق، عندنا كباين خاصه فيها اهواز المياه بالاضافه الى طفايات الحريق اللي هو السي او 2 نفس الموجوده في كل مشروع او متطوره نوعا ما. لا، اللي عندنا مثل ما تقول طبعا نفس كل مشروع. ما في يعني الامور هذه كلها امور ستاندر تمشي عليها معظم المشاريع. نعم. وطبعا مو احنا اللي نتحكم بالموضوع التطور والامور هذه كلها، اداره الاطفاء هي اللي تحتم علينا او ان نعم. تضغط علينا او الشركه المصنعه او شركه المصنعه المواد. طبعا بالنسبه لمواضنا احنا مواد الاطفاء سواء كانت اطفاء او صحي او تكييف الحمد لله كلها اب تو ديت، واحنا طبعا يعني كشباب مهندسي من النوع اللي نحاول ان نجاري التكنولوجيا الموجوده. جميل. فالحمد لله يعني مثل ما تقول المواد اللي عندنا والاجهزه والمعدات هي تقريبا اب تو ديت واصله يعني ومطابقه للشروط. مطابقه للشروط اكيد، مطابقه للشروط بالاضافه الى التكنولوجيا الحديثه، احدث مو موجود بس. جميل.
بحجم هذا العمل واستغلاليته كان لزاما أن يدرج هذا الجهد ضمن برنامج التنمية في البلاد، فكمية القضايا والإشكالات التي تحال لإدارة الخبراء من مختلف الجهات التابعة لوزارة العدل رسمت خطوطا عريضة وفرضت واقعا ملموسا على ضرورة البدء في تنمية المنشأة إلى كيان أوسع ومتطور. نجم جديد يضاف إلى سماء التنمية في البلاد. الرغبة في إنشاء كانت ملحة والتنفيذ على الأرض يجري على قدم وساق. مشاهدينا، حلقتنا انتهت، لكن إنجازات ديرتنا مستمرة. كونوا معنا في حلقات قادمة وإنجازات أخرى. في أمان الله.